مساء الخير عليكم، كل سنة طيبين. النهاردة أول يوم العيد، وبجد يعني كل سنة طيبين ودايما يا رب متجمعين ودايما معاكم كده في كل الأيام والمناسبات السعيدة اللي انتوا بتحبوا تبقوا متجمعين دايما على سفرة أكل حلوة كده. والعيد يعني لحمة وفتة وأكل، يعني احنا الأكل البطل بتاع العيد، فمعلش اليومين دول بتوعنا يعني، فعشان نبقى متفقين. سواء طيبين يا رب، ودايما كل حبايبكم واصحابكم في احسن صحه وحال، ودايما سامع صوتكم كده دايما ومتجمعين على اي تي سي على طبقنا وكل برامج القناه. كل سنه طبعا وهم طيبين، كل الناس اللي بتشتغل في القناه، كل الناس اللي ورا الكاميرا، كل سنه وهم طيبين ودايما يا رب في احسن صحه وحال. تعالوا النهارده طبعا مفيش غنى اول يوم العيد ده، فتت العيد وشويه الكبده والكلاوي والقلوب والكلام ده كله مفيش نقاش، وممكن نعمل طاجن كده حلو لسان عصفور بشويه لحمه مفرومه برده ما يضرش عشان نعمل سفره كده محترمه وحلوه. تعالوا اول حاجه هنعملها قبل ما نبدا في الوصفه الاولانيه، انا هبدا بالطاجن قبل ما نبدا بالفته. بس قبل ما نعمل الطاجن تعالوا نفلفل الرز بتاع الفته اللي احنا هنعملها. عندي الحلة اللي احنا هنعمل فيها الرز، هحط فيها معلقة سمنة كده حلوة، تمام. وهنبدأ ان احنا طبعا بقى ايه، احنا كل مرة بنعمل بنحط زيت في الرز بتاع، لا معلش العيد شوية سمنة بقى، حتة سمنة حلوة كده مع الرز، يعني نكسر كل القواعد، نطعم كده يعني الرز بتاعنا. هنحط ورقتين لورا، فصين حبهان، وعندي فصين مستكة، وهحط الرز بتاعي. احنا اتفقنا ان احنا المستكة نجيب شوية صغيرين في العيد، وصفات العيد تحب المستكة قوي، فيعني شوية صغيرين مش كتير، عشان عارفة ان هي طبعا سعرها غالي ومش كل الناس موجودة عندها، فشوية صغيرين بس هيفرقوا جدا 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 في وصفات العيد وطعم اللحمة وتشد الزفارة والكلام ده كله، تمام. يبقى هنحط، بصوا، معلقة السمنة، هنحط معاها ورقتين اللورة، عندنا فصين حبهان، فصين مستكة، وهنبدأ نشوح الرز معاها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو. بصوا، هفضل اخلي السمنة او الزيت زي ما انتوا حابين تغلف الرزاية بالشكل ده. اول ما يسخن كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدأ ان انا احط المية المغلية. طبعا ما حطيتش لسه الملح، تعالوا نحط الملح عشان نحط على طول. طبعا كل كوباية من الرز عليها معلقة ملح، أنا هنا عندي حوالي 4 كوبايات ونص، فكده تمام. ورشة بسيطة من الفلفل الأسود، ما تزودوش فلفل أسود عشان مش ببقى عايزة الرز عندي يبقى غامق، أنا عايزة رز أبيض حلو كده وناصع وجميل، فمش عايزة يعني فلفل أسود بس طعم كده، تمام. هبدأ أقلب كده كل الكلام ده وأشوف هحتاج ميه قد ايه. بحط الميه فوق الرز بعقله صباع، تمام. هقلب كده وهبدا ازود ميه، او لو انتوا عايزين تعايروا على كل كوبايه رز بحط كوبايه ميه، وفي الاخر بقوم مزوده نص كوبايه كده ايه على التوتال كده في الاخر خالص. خلاص ببدا ان انا بقى احطها، خلاص هي بتغلي، هحطها على العين الهاديه واسيبه يتفلفل. مش هزود بس شويه ميه بصات كده، تمام. خلاص حطينا كله وبسيبه بقى يتفلفل بالشكل اللي انتوا بتشوفوه ده. هغطي اهو ونسيبه يتفلفل معانا. الحله دي هحط فيها ميه، او خليني احط ميه من هنا عشان اسيبها تغلي براحتها، تمام. ميه وهسيبها اهو، احط كده شويه ميه اهو، تمام. وهسيبها تغلي، خلاص دي هعملها للحمه، هبقى محتاجه بس عندي ميه مغليه كده واسيبها ان هي تغلي. تعالوا بقى ايه، نبدا ان احنا نقول مقادير الوصفه بتاعتنا بتاعت طاجن لسان العصفور ونشتغل فيها مع بعض. عندي كده طاجن لسان العصفور بدبس الرمان، محتاجه لسان عصفور محمر، وانا عندي دايما البرطمان بتاعي مليان لسان عصفور متحمر من غير اي دهون زي ما احنا متعودين دايما. قلت لكم الموضوع ده، اللسان العصفور والشعريه دايما بقوم محمراهم
بالشكل اللي انتوا شايفينه ده من غير دهون خالص. بفضل اقلبهم في حله تقليب مستمر لحد ما كلهم يوصلوا للون واحد كده من غير ولا نقطه زيت ولا سمنه ولا زبده ولا اي حاجه، ودايما موجودين عندي في البرطمانات على طول على الشغل. تمام، عندي لسان عصفور متحمر وربع لحمه مفرومه وبصل مفروم وتوم مفروم برده، فلفل رومي وحامي او حاجه منهم لو انتوا حابين، وعندي طماطم مبشوره، وعندي ربع كوبايه من دبس الرمان، وعندي كمان مرقه وورق لورا وعود قرفه، وعندي كمان رشه قرفه وملح وفلفل وجوز الطيب وبهار لحمه. خلينا نقول مقادير تاني، عندي لسان عصفور متحمر، وعندي ربع لحمه مفرومه وبصل مفروم وتوم مفروم، وعندي كمان فلفل رومي وحامي وطماطم مبشوره ودبس رمان ربع كوبايه ومرقه، وعندي ورق لورا وعود قرفه ورشه قرفه وملح وفلفل وجوز الطيب وبهار لحمه. تمام، تعالوا كده، محتاجه ميه باذنكم، بس املوا لي الميه. طيب تعالوا، اول حاجه هنبدا ان احنا نشوح اللحمه المفرومه اللي عندي. حط شويه زيت، لحمه مفرومه بصراحه انا بحب اعصقها او اقلبها بالزيت، يعني ما بحبش احط مع اللحمه المفرومه عشان الدهون اللي فيها، ما بحبش احط معاها زبده او سمنه او كده. تمام، لان هي برضو بيبقى فيها نسبه دهون. حط البصل اهو بالشكل ده وابدا اشوح، هحط اللحمه المفرومه اهو، وابدا ان انا ايه اقلب كده بالشكل ده اهو. هنبدا كده ايه نفرط كل اللحمه المفرومه كده لحد ما تتعصج معايا، واحنا مستخدمين ربع كيلو، مش محتاجين اكتر من كده. هنبدا نقلب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه لحد ما كل اللحمه تفك معايا بالشكل ده. اهو كده بفك اللحمه لحد ما كلها تستوي وتبقى مفرطه معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تمام، طيب تعالوا بقى ايه، هقوم حاطه معاها برضو ورقتين لورا وواحده حبهان كده ومستكه. تمام، مخليه بقى الريحه فظيعه، عود القرفه مش عندي اصلا. هنبدا نشوح بالشكل ده لحد ما كله يبدا، بصوا بفرط كده اللحمه، مش عايزه كتل كده، عايزاها كلها مفرطه كده وتبقى مفلفله من بعيده عن بعض اهو. تمام، بالشكل ده كده لحد ما اخلي اللحمه المفرومه كلها مستويه سوى واحد. هبدا بقى احط عندي شويه الفلفل الحامي والرومي، هحط عليهم شوية من الفلفل الأسود، شوية ملح، الروايح بقى الحلوة كده واحنا شغالين، حط عود قرفة كده. بصوا الحاجات الحلوة المنكهة دي بتطلع لي أي ريحة زفارة في لحمة، وخصوصا لو انتوا هتستخدموا حاجة فيها ضاني أو حاجة بتشد أي زفارة. أهو بقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض، بقوم حطاله شوية بهار لحمة وشوية جوزة الطيب وسنة قرفة باودر. القرفة باودر رشة كده بتفرق جدا في العصاج، جربوها والله هتدعولي. هحط جوزة الطيب، هحط بهار لحمة أو بهار مشكل أو كبابة صيني، كل الكلام ده يليه. هبدأ إن أنا أقلب كده كل الكلام ده كده مع بعض. انا ضفت الفلفل وضفت الفلفل الحامي والرومي، يعني سن الثوم مش كتيره، مش عايزه احط سن الثوم كتيره، حاجه بسيطه كده خالص، فص ثوم كده هقوم فرماه اهو بالشكل ده، وهبدا بقى ايه اشيل كل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها ورا عشان افضي كده مكان. وعندي
طماطم مبشوره ومكعب المرقه هنبدا ان احنا ندوبه في النص كده في الحته اللي فيها زيوت دي عشان نتاكد ان هو ايه بيبدا يفك كده معانا اهو. نبدا كده ايه نفكه كده معانا بالشكل ده اهو واقلبه مع شويه الطماطم المبشوره اهو كده كله كده مع بعض بالشكل ده. وهبدا احط معاه لسان العصفور المتحمر. عندي لسان العصفور اهو متحمر وهنبدا ان احنا نقلبه. لو انتوا مش محمرين لسان العصفور كده بالطريقه اللي انا بحمرها على طول، بتقوموا حاطين شويه زيت ومحمرين لسان العصفور وحاطينه في طبق او اي حاجه بره، وتبداوا ان انتوا تشوحوا اللحمه والكلام التاني ده في بقيه الحاجه، او تحمروه في اي طاسه او اي حاجه خارجيه. اهو بقلب بقى كله كده مع بعض. انا حطيت مكعب المرقه، كنت حاطه ملح خفيف، ممكن في الاخر نظبط الملح بتاعنا. اخر حاجه بقى دلوقتي هحط دبس الرمان وهيدي طعم خطير اهو. بحاول انوع معاكم وصفات. احنا الايام اللي فاتت عملنا وصفات كتير جدا مختلفه، مش كل يوم اكيد هتبقوا عايزين تاكلوا فته، فيوم ناكل كده ويوم ناكل كده ويوم ناكل كده، ننوع. وعملنا حاجات ببواقي الحاجات اللي تفضل عندنا والكلام ده كله اهو. خلاص قلبت كده كله مع بعض. هبدا بقى ايه احط لسان العصفور عندي في الطاجن. وهزود عليه الميه المغليه، او ممكن احط الميه برضو هنا عشان نبقى حطينا كله. بحط ميه مقدار الميه اللي بحطها يا دوب اغطي بيها لسان العصفور اهو، مش اكتر من كده، حاجه بسيطه خالص يعني. هحط شويه كمان، حوالي ربع كوبايه كمان اهو. بطلع كده كل اللي موجود في الصينيه، مفيش اي حاجه خلاص لازقه عندي في الصينيه. قلبت كل المرقه اللي احنا حطيناها مع كل المكونات، هزود شويه ملح بس وخلاص على كده اهو. هبدا كده اقلب كل الكلام ده كده مع بعض، ونبدا بقى ايه نحط في الطاجن بتاعنا. نجيب كده الطاجن بتاعنا اهو، ونفضي بقى كل الكلام ده كده في الطاجن واحدة واحدة، ونقوم مدخلينه يستوي في الفرن. حاجات بسيطة يعني، بربع كيلو من اللحمة المفرومة تقدروا تعملوه كده، أو ممكن تقطعوا على فكرة لحمة مكعبات صغيرة لو حابين برضو ممكن اهو. خلاص كده احنا خلصنا كل الكمية. هبدأ ان انا اوزعها، اتاكد ان كل لسان العصفور متوزع حلو عشان ما تبقاش فيها حته فيها سوائل عن حته اهي. وادخل على طول الفرن. الطاجن بقى عندي هيستوي وهيبقى تحفه ومفلفل وجميل وفي منتهى الجمال. هنسيبه بقى يستوي كده براحته. هنبص بص على الرز، بصوا الجمال، ريحة الرز بقى بالمستكة وشوية الحبهان ورق اللورة والكلام ده، حاجة بقى في منتهى الجمال. هدي تقليبة كده، وأنا كده كده مهدية عليه النار عشان يكمل سوا براحته خالص. رز أبيض عادي خالص هستخدمه للفتة. يبقى احنا كده قبل ما نطلع فاصل عملنا ايه؟ جبنا لسان عصفور وحمرناه
وحطيناه على جنب، وبعد كده في طاسة أو في صينية حطينا شوية زيت، حطينا بصل، وبعد كده شوحنا البصل كويس جدا، حطينا معاه لحمة مفرومة شوحناها كويس قوي، ربع كيلو مثلا أو 200 جرام، حاجة بسيطة خالص. وبعد كده نزلنا على اللحمة المفرومة بملح وفلفل وبهار لحمة أو كبابة صيني أو بهار مشكل، وحطينا كمان جوزة الطيب وسنة قرفة، وحطينا الحاجات المنكهة الحلوة اللي بتشد أي زفارة دي موجودة، ورق اللورة على فص حبهان، فص مستكة، عود قرفة خشب، كل الكلام ده قلبته مع بعض مع شوية فلفل رومي وحامي، كله نقلب كده، نفضل نقلب نقلب مع مكعب مرقة وطماطم مبشورة، قلبنا كله وحطينا عليهم لسان العصفور المتحمر، وبعد كده حطينا عليهم دبس الرمان، وبعد كده برضو رحنا حاطين مية فوق لسان العصفور، يدوب غطت لسان العصفور كده بشوية بسيطة خالص، وبعد كده قلبنا كله وظبطنا الملح والكلام ده كله، وحطيناه في طاجن في الفرن، وهبيطلع في منتهى الجمال. تقدروا تعملوه بقطع لحمة صغيرة وتشوحوا اللحمة كأنكم هتعملوا لحمة ببصل بس رأس عصفور صغيرة متقطعة صغير، برضو بيبقى حلو جدا جدا جدا.